تلاحظوا ان كناس كتيره غربيه ما فيهاش غير شويه ناس عواجيز، ما فيش اجيال خالص، ما فيش شباب. ليه؟ انتماء الشاب يبدا من الطفوله، والطفل اللي اتزرع في القداسات والعشيات والنهضات والتسبيحات هو ده اللي بيكمل، ولما تحفظه يشعر بسعاده، يحس ان هو خادم، انه له دور حقيقي. انما لما يبقى ماشي مش فاهم ومش عارف يقول حاجه يمل بسرعه. عشان كده أرجوكم اهتموا جدا بتحفيظ التسبحة والألحان للأطفال، ده يضمن لنا استمرار الجيل كله جوه الكنيسة، ويطلعوا أشطر مننا، يطلعوا أحكم مننا. وأنا فوجئت في كنائس كتيرة أن شباب 12 سنة ماسكين التسبحة وساعتين وبألحان التسبحة الكبيرة وسعداء جدا. طب ده أقول للشباب دول بيزهق من 5 دقايق في حتة تانية، إنما لأنه قائد، ولأن الكنيسة محترمة دوره، ولأن هو صوته مسموع، ولأن في شركة فريق كده بيسبح، كل ده بيعمل انتماء للأطفال رائع جدا.